لو قال قائل وهناك أعياد مكانية للمسلمين يعتادون الذهاب إليها، نعم، المسجد الحرام مزدلفة، منى، عرفة، أعياد مكانية. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله عز وجل قد أبدل هذه الأمة بأعياد زمنية، وهي عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام منى ويوم الجمعة، وأبدلها بأعياد مكانية مثل المسجد الحرام ومزدلفة ومنى وعرفة.